ورجعنا لكم مره ثانيه في هو وهن ولاتس توك فاشن. النهارده معايا في الاستوديو ستايلست مرام البشوتي، هنتكلم عن كل ترندز الصيف، نلبس ايه الصبح، نلبس ايه بالليل، واحنا مسافرين محتاجين يكون معانا ايه. مرام ازيك؟ هاي ديما، عامله ايه؟ كله حلو، الاخبار؟ تعالي بقى نبتدي بايه الوان الصيف الترندي السنه دي. الالوان الترندي السنه دي النيون كولرز كلها، بس طبعا توب اوف كولرز اللايم جرين اللي هو الاخضر النيون، درجات الاورنج كلها، الاورنج الفاتح موضه جدا. انا ملاحظه الاورنج خطير، تحفه. الاصفر، الباستلز، البيربل، الليلا، الاصفر، بيبي بلو، بيبي بينك، كل درجات الفاتحه، كل الالوان. بس النيوترلز لا بقى، لا ونيوترلز طبعا. طب بصي معانا دلوقتي زي دول مش كده؟ ده اللايم جرين، ده طبعا توب اوف كولرز السنه دي، تحفه. الساتس بقى كمان موضه جدا. طيب قولي لنا عن الالوان دي، حلوه قوي. بس التيركواز طبعا موضه جدا، الالكتريك بلو، ميتاليك صح بيقول عليه، ميتاليك. اوكي، طبعا الكومبينيشن ده خطير، الجرين على الاورنج. عايزين نتكلم شويه صح عن الكالر كومبينيشنز، مهمه قوي. الفوشيا على الاصفر وعلى الاورنج، الاخضر على الفوشيا، الازرق مع الاخضر، بحبه قوي. صح قوي، تحفه. طيب خلينا كده نشوف دي كلها الساتس. الساتس والسوتس موضه قوي السنه دي، ترندي جدا، بس الاوفر سايز مش الحاجات الضيقه. طب هل الاوفر سايز بقى بيمشي مع كل البادي تايبس؟ عايزين نتكلم برضو اكتر. بس بصي طبعا على واحده هنتكلم على واحده قصيره او رفيعه قوي، الاوفر سايز عليها مش بيبقى حلو قوي، بيخليها فطوطه شويه. فهمتك. بس بنحاول ان هي تبقى لابسه اوفر سايز برضو، بس مش بالحجم الكبير. كنا جايبين الدانم اون دانم، عايزين نشوفه تاني. ياس، والدانم اون دانم السنه دي طبعا خطير، ترندي جدا. بصي الاخضر على اللايم على الالكتريك بلو. الاكسسوارز بقى، انا شايفه النضاره والشنطه كبيره. الشنط الكبيره موضه جدا، النضارات البالكي الملونه، الكالرز الاصفر والاورنج والاحمر والابيض. ازاي يتلبس كده في اي حته؟ حاسه سفر قوي، ساحل قوي. هو يتلبس بقى في اي حته طبعا، بس مش اي حد يلبسه، مش اي حد بيليق عليه يعني كالعاده. الاوفر سايز سوتس، السوتس الاوفر سايز. بصي الفاشن هاك دي، الصندال على البانس، والجرين مع اليالو. طب مرام انا عايزه اصلا اسالك بقى بدايه حبك للفاشن، وعملتي ايه؟ طورتي من نفسك ازاي؟ هقول لك، انا من وانا صغيره الفاميلي ماي فاميلي عندهم محلات لبس. اوكي. فطول عمري من وانا صغيره بحب اللبس، وبحب اروح بقى المحل واقعد هناك واقعد اطلع في لبس واجيب لاصحابي، ولو عندي واحده صاحبتي عيد ميلادها لازم اجيب لها توب مش عارفه ايه وكده، مامي تيجي تلبس لازم انا اللي اقول لها تلبس ايه، اختي كده. قلت لا لازم ابقى بروفيشنال شويه. طب اعمل ايه؟ ابتديت اخد كورسز، فاخدت كورسز هنا في مصر وخدت كورسز في دبي، وابتديت بقى المشوار. بس حلوه قوي. طيب كنت عايزه اسالك على حاجه، هل بقى يعني في ناس بتبقى محتاره قوي، بتبقى بتحب الفاشن بس اللي هو مش عارفه تختار، هل انا احسن كستايلست ولا كفاشن ديزاينر او كده؟ ما جربتيش خالص فاشن ديزايننج؟ بس الديزايننج هو طبعا حلو قوي، بس يعني انا حسيت ان انا كستايلست هبقى احسن واشطر ديزايننج وارسم واشوف الباترنز ما حسيتش ان هي انا. أوكي. بس طبعا الاثنين بيكملوا بعض اكيد. صح صح، ده بيفيد ده. طيب كنا اتكلمنا عن البادي شيبس، بس ايه في الاوفر سايز؟ بس عايزه بقى اعرف بقى كل بادي شيب بيليق عليه ايه. عندنا كام بادي شيب اصلا؟ عندنا اربعه. اوكي. ابل، وبير، وانفرتد تريانجل اللي هو المثلث المقلوب، و الاور جلاس. الاور جلاس، يس. الاور جلاس طبعا هو البيرفكت، هو البيرفكت اللي فيهم بيليق عليه كل حاجه، كل حاجه بتيجي مظبوطه، و الحاجات البالكي دي الشولدرز كل حاجه والاوفر سايز تمشي كل حاجه. هو تيبيكال، هو تيبيكال بادي شيب. الابل بيليق عليه الحاجات الاوفر سايز من فوق. الانفرتد تريانجل المقلوب ما ينفعش خالص نلبس بافي سليفز، ما ينفعش نلبس حاجات فيها كتاف، ما ينفعش نلبس حاجات عريضه من فوق، دايما بن 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 بنلبس الحاجات اللي داخله لجوه شويه عشان تاخد من حجم الكتف عشان نقلله شويه. والبنطلونات بقى ما ينفعش سكيني اكيد صح؟ في الانفرتد تريانجل طبعا ما ينفعش سكيني، لان الرجلين بتبقى رفيعه، فبنحاول ان احنا نلبس حاجه ستريت، نعمل البالانس بين يس. صح. الابل شيب بنحاول ان احنا نداري الجزء بتاع البطن، برضو السكيني مش بيبقى حلو، بيبقى الستريت احلى.
طب كان في، انا مش فاكره، انا سمعت قبل كده المعلومه دي، بودي شيف معين لو حطيناه له حزام بيخلي الجسم او بيعمل وست مثلا، البير اللي هو الكوميتر. صح. لما بتحطي له بلت بتعملي ديفينيشن للويست، فبيبقى بيقلب اور جلاس. بس في البير بقى بحتاج البس بقى بافي شولدرز وحاجات كده صح عشان يبالانس مع يس. الابل والبير الاثنين بيلبسوا بافي شولدرز عادي جدا. ايه ده بجد الابل؟ اوكي مفيش مشكلة. طيب عشان الابل دايما بيبقى الجزء اللي هنا البطن بالجناب كده، مش بيبقى من فوق. خلينا نتكلم شويه عن الدنم. الدنم طبعا ان جدا، بس الدنم اون دنم الموضه دي رجعت تاني جدا، وخطيره وشيك كده، وتلبسي السات على بعض والجاكيت الجينز على البنطلون الجينز نفس الكالر، تغيري في الكالر اوكي مفيش اي مشكله خالص. كده حلقه الدنم اللي فيها سليت دي موضه جدا جدا جدا. سكيرت الطويله اللي فاتحه واتيفر من قدام من الجنب هي ترندي قوي السنه دي. بتميلي الالوان ايه اصلا اكتر؟ انا بغض النظر عن الترندنج بقى، انا بحب كل الالوان بس ماي فيفرت كالر بصراحه هو الاسود بلاك. بجد؟ طب انت بقى لو جاي لك حد عايزك تغيري في الستايل وهو دايما بيلبس اسود وكده، ازاي بتطلعيه بره الكومفورت زون بقى بتاعته ان هو يبتدي يلبس الوان ويغير من الستايل بتاعه؟ بحاول اقنعها مثلا او اقنعه واحده واحده. انا على فكره مان وومن الاثنين. بجد؟ سيلبرتي ستايل يس مان وومن الاثنين. انهي اصعب بقى؟ اكيد البنات ده كده كده احنا اصعب في كل حاجه، ده كده كده طبعا. بحاول بقى اقنعهم واحده واحده، لا لو عملتي كده ده هيبقى احلى، طب بصي الكالر ده الاندر تون بتاعك هيبقى احلى، هيبقى لايق عليكي اكتر مع لون شعرك مع لون عينك. ما بحاول واحده واحده لحد ما تقتنعوا، وبتقتنع يعني الحمد لله. طيب عايزين نتكلم شويه عن البيتش وير. خلاص دخلنا في الصيف بقى والناس هتسافر، فقولي لنا كده ايه الاسنشلز بقى وانا مسافره وانت مسافره؟ المايو طبعا اكيد سليبر كاش مايو بيتش وير الساتس بقى اللي موضه السنه دي قوي، الساتس اللي هي الساتان الخفيفه اللينن الخفيفه سات على بعض. الساتان زي ما انت قلتي كده بيتلبس بقى الصبح ولا الصبح وبالليل؟ لان نازل السنه دي برينتد فالبرنتس موضه جدا، يبقاش اوفر الصبح خالص خالص. لا بجد. لا موضه كل كل حاجه موضه. بس طبعا احنا نرجع ونقول لازم الموضه تتلبس على 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 جسمنا وعلى شكلنا وعلى كل حاجه، مش نلبس موضه وخلاص ونقول اصل ده موضه فنلبسه. فبنحاول ان احنا نعمل الحاجه اللي تليق علينا يعني. فالساتس موضه جدا ايا كانت بقى، سكيرت قصيره سكيرت طويله بانس واسع بانس ضيق شورتس كل الساتس موضه جدا طبعا السنه دي. ودي طبعا اهم حاجه في الساحل او في الصيف او كده، بتبقى خفيفه هتلبسيها على مايو اوكي، هتلبسيها على بالليل تحت اللبس. للمحجبات اوكي لانها اوفر سايز مش ضيقه، فهيلبسوا تحتيها توب او حاجه او هو بيبقى ساعات الساتس بيبقى شميس طويل وبانس طويل بانس قصدي واسع، فالمحجبه كمان بتبقى كومفورتبل جدا في نفس الوقت حلوه. انا اصلا مش محتاجه تفاصيل كتير، السات جاهزه شويه اكسسوارز كده وخلاص yes. طيب نتكلم بقى عن شنطه البيتش. لازم تبقى كبيره طبعا صح ده كده أيوة. كده كل حاجه بقى طبعا. الموضه السنه دي في الشنط الكبيره في الخروج العادي وفي البيتش يعني. حلوه قوي بنحتاجها. والنظارات الكبيره احنا قلنا صح. كان في برضو الشنط الميني قوي دي اللي هي ما بتاخدش اصلا حاجه، ملهاش لازمه اصلا. ايوه صح. انا بالنسبه لي ملهاش لازمه، شنطتين كده طلعت برضو فتره بس ترندي. يس. طب عايزه اسالك سؤال بقى، البنطلونات الموضه السنه دي؟ البنطلونات الموضه السنه دي الباجي الحاجات الواسعه. فاكره البنطلونات القديمه بتاعت زمان اللي كانت بتكسر من هنا؟ فاكره دي طبعا بقى الباراشوت والجيوب الكتير دي. هو ده الترند السنه دي الحاجات الواسعه. تليق بقى على اي جسم؟ تليق على اي جسم لانها واسعه، بس برضو البيتيت مش بيليق عليهم، القصيره رفيعه لما بتلبس واسع بتبقى ايوه هتلبس اللي هي عايزاه، بس هيبقى باقل شويه، مش هيبقى بنفس الباجي قوي بس هيبقى واسع برضو مش هيبقى ضيق يعني التايت مش موضه اصلا. طيب عايز اعرف بقى ايه الالوان اللي مكمله معانا من الشتاء؟ البيربل اللي هو كان معانا صوره كنت مطلعاها البيربل البيربل الاحمر الاخضر العادي اللي هو الاخضر الغامق الاصفر. على فكره الالوان اللي كانت موضه في الشتاء كلها السنه دي كانت الالوان الحلوه المنوره بتاعه الصيف، فهي ستيل كلها مكمله معانا. صح، مع ان الشتاء ما كانش ده، كان دايما بيعتمد الناس تلبس فوشيا. اسود جراي مش عارفه ايه. لا السنه دي ما كانش فيه الكلام ده خالص. صح اصفر فوشيا بيربل تركواز اخضر زيتي
بلو، بيبي بينك، كله 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 مود السنة دي. يا مرام انا انبسطت قوي معاكي النهارده، واتمنى الناس طبعا تكون استفادت من كل اللي احنا قلناه، اتكلمنا في حاجات كتيره قوي.